مهمة جدا جدا مع كاتب كبير، كاتب صحفي كبير طبعا، هو أستاذ إبراهيم حجازي. أستاذ إبراهيم، مساء الخير على حضرتك. الخير يا أمير، مساء الخير على أيمن، مساء الخير عليك. أهلا بحضرتك. يعني أعتقد النهاردة يعني حالة حزن كبيرة يعني على كل من ينتمي للمجال الرياضي وكل من يعني يتابع مجال الإعلام الرياضي بالتحديد. يا أستاذ إبراهيم، وفاة قيمة وقامة كبيرة زي دكتور خالد توحيد، وفي الحقيقة مش إن الحزن مش هيكون النهاردة بس، لكن إحنا هنفضل دايما بنتذكر شخصية عظيمة زي دكتور خالد توحيد. يا أستاذ إبراهيم. والله عايز أقول يا أمير، الحقيقة الحادثة بتاعت خالد دي يعني، بس دي في الآخر يعني هو دي الدنيا، هو ده الحقيقة صح. الناس، بس إحنا ما بناخدش بالنا يعني. صح. الموضوع ممكن بيبقى في ثانية، في لحظة بيبقى أنت خلاص بتتنقل من وضع مضارع لوضع ماضي يعني، تبقى اتنقلت من حتة لحتة خالص يعني. تمام. بس إحنا إنما يعني أنا مع خالد كان لغاية 9:15 أول إمبارح. فعلا فعلا. مع بعض وماشيين بنتكلم وبنحكي حكايات ومش عارف، بس طبعا الواحد من كتر اللي شافه انا مش مستغرب. بس هو طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني دليل وبتديك كده حاجات اشارات ان ده انسان طيب وانسان فعلا. حلال وانسان كويس، انه يعني يموت وهو ثابت، ما هو يعتبر من ساعه ما فقد الوعي هو يعتبر خلاص. صح. هو مش هنا يعني. صح. احنا كنا فيعني ده شيء هايل جدا، ويعني مش عايز اقول هايل يعني، قد ايه باين لك قد ايه نقاء هذا الانسان، قد ايه النقاء بتاعه وطيبته حد كده، رحمه الله عليه يعني. الحقيقه يعني في الدنيا ما فيش الموت ده نسبي، الموت اللي بيروح الاجساد بتروح، انما بتتبقى بقى كل واحد وعمله واعماله واللي عمله، فمساله نسبيه. الناس اللي عملت حاجات وسابت حاجات وتركت حاجات دول ما بيموتوش يعني، الحقيقه اعمالهم بتقعد معانا. واحنا شايفين عندنا في مجالات كثيره ناس ماتت بقى لها 50 سنه وموجودين واكثر تالقا من الناس بيشتغلوا، شايفين ده في الكتابه وحاجات زي كده يعني. الواحد الحقيقه انا عايز اقول يعني، الواحد بنعزي نفسينا وبنعزي الوسط الرياضي كله، بنعزي يعني قناة الاهلي، يعني واحد ابن الانباء الاهرام، واحد من اسرة النادي الاهلي، واحد من المسؤولين اللي مسك القناة فترة صعبة طبعا. ولا تسمع له صوت ولا تسمع له حاجة، وبيشتغل والدنيا ماشية ويمشي شغله يعني، شيء جميل جدا. خالد توفيق رحمة الله عليه، ربنا يا رب يرحمه يا استاذ ابراهيم. لكن حضرتك كنت بتقول ان حضرتك كنت متواجد معاه حتى اول امس، ساعه متاخره من اول امس. هل هو اشتكى لحضرتك من حاجه؟ كان في اي انا معنى لا اصل انا عايز اقول على حاجه بالنسبه، ما هو انا ما اعرفش حتى يعني الحقيقه السيده الله يكون في عونها وست مراته يعني طبعا زوجته، كانت بتقول لي ده حد بيقول ان هو كان قال لك لا انا مع عمري خالد ما اشتكى لي انا شخصيا اطلاقا يعني، وحاله مرضيه. بس هو في نقطه ان انا المساله ديت موضوع الاورطه ده اصلا ليا تجربه معاه انا يعني، انا شخصيا الف سلام عليك. فالاورطه اصلا بيحصل فيه تمدد يعني، دي الحاله اعتقد اللي كانت عند خالد 90%، انا في رايي انا 90% وما يعرفش، ما خدش ما عرفش. خدت بالك؟ انا عرفت ان انا عندي مشكله في الاورطه لما رحت اعمل القلب مفتوح. فبيعملوا بقى اشعاعات وبيعملوا حكايات وبتاع، بيقولوا لي ايه، قالوا لي لا ده انت عندك كذا، الاورطه فيه تمدد. قلت لهم يعني ايه تمدد؟ قالوا لي يعني حته ضعيفه في الجدار بتاع الشريان، فبتقلل هي بقيت طالعه مقلله كذا كوره يعني، هو عامل زي القلم كده وانت حتى في الاخير. قلت له طب وبعدين؟ قال لي لا بعدين ايه. فقلت له طب ما دام احنا هنعمل العمليه دي ما ناخد دي ديت يعني، ما ناخدهم مع بعض. قالوا لي لا ده الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. ففهمت ان هي عمليه ايه او حدوته ثقيله يعني. مش سهله. قالوا لي خلي بالك انك انت هتعمل كل 3 أشهر تعمل نوع من الاشعه كده عشان يقيسوا، انت عندك دلوقتي التمدد ده 3.5، لو وصل 5 خلاص يبقى تدخل في مرحله الخطر يعني، لازم تعمل كل حنفجر. طبعا عشان احنا في شغل الشغلانات بتاعتنا دي، في الاعلام عموما كله، الشغلانه دي لانك انت الانسان
الوقت اللي بياخد فيه الراحه الوقت اللي بيموت اللي بيشتغل في الاعلام. صح صح. الوقت اللي بياخد فيه وقت موته هو بياخد الراحه، هي دي الاجازه بتاعته بقى. صح. اول مره ياخد اجازه من غير ما يفكر، انما انت ممكن تاخد يومين وتبقى مسافر رايح الساحل ولا داخل ولا لا تعمل اي حاجه، واخد يومين اجازه انما دماغك في الشغل ودماغه عمل وترى عمل ايه ومش عارف فين. فعمر الاعلامي ما خدت بالك ما يقدر دماغه او ذهنه يبقى فاضي. فعلا دي حقيقه. فانا طبعا قالوا لي 3 اشهر نسيت. وفات على المساله دي ايه، انا عملتها مرتين ثلاثه ونسيت بقى خالص. وفي يوم، واليوم ده كان في الاسبوع الاولاني ديسمبر 2010. كنت راجع، كان عندي كنت في السبورت ساعتها، وبعدين كنت بشتغل من 11 لواحده على ما بوصل البيت تبقى 2 ونص مش عارف ايه، على بعمل ايه. المهم انا نفسي ما اعرفش ايه اللي قومني الساعه 8 كده ولا حاجه، ما اعرفش ليه يعني، لغايه مش عارف ليه. تمام. وبعدين اراده ربنا يعني، يعني اللي هو يعني حضرتك هتحس بال الحاجات حاجات بتحصل عشان حاجات. صح. فجاه لقيت نفسي وانا ماشي كده الارض دي رخام، لقيت نفسي طاير زي ما تكون جون طاير، الواحد بيزحلق بكده على الارض على وشه على ظهره على اي حاجه يعني، بتقع من مستوى منخفض. انا طرت لفوق ونزلت لتحت. صح. نزلت على حاجه بتاعت ورد كده كانت واقعه قويه يعني. يا نهار اسود، انا قعدت كنت تقريبا مش قادر اتنفس. رحت على المستشفى، لما رحت المستشفى بيعملوا لي اشعه، فلقيت المستشفى ابتدت هم عمالين يبعتوا يجيبوا دكاتره اكبر وده بتاع ده، وعمالين ومحسسين وعايزين يقولوا لي حاجه وخايفين يعني. ففي الاخر قلت لهم في ايه؟ قالوا لي لا ده الموضوع، قلت لهم ايوه التمدد ماله ما انا عارف. قالوا لي عارف ايه؟ كان المفروض يتعمل 5:30 يعني، انا عديت يعني. يعني حضرتك بترجح من خلال تجربه بالنسبه لحضرتك ان ممكن يكون ده اللي حدث؟ انا اعتقد انه ما كانش يعني عيني ما يعرفش في الاخر، هي اعمار في الاخر، هي اعمار. هو ده بالظبط طبعا في الاخر، والحقيقه الوحيده في حياتنا يعني كلنا هنموت، كل نفس ذائقه الموت يعني. هو لا حد عارف هيموت امتى. ربنا رب ربنا رب يرحمه، قال الله وارحمه وارحم يا رب يا رب استاذ الاموات وارحم الاحياء يعني يا رب. وعزائي يعني الناس كل اللي قدام له خالد يا رب يعني. انا كل حد بقى لو هو عايز يعني يدعي خالد ان انا في شغل انا اخد بالي من شغلي زي ما خالد يعني. صح صح. هو ده هتبقى انا بيتي لي حاجه في التجربة. ربنا يا رب ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته. وبشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ابراهيم حجازي، طبعا الكاتب الصحفي الكبير واحد المقربين من دكتور خالد توحيد رحمه الله.